بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم في حلقة متجددة من برنامج شهادة طبية، والحلقة اليوم تحمل عنوان عن الغدة النخامية والرضاعة الطبيعية. للي ما يعرفش، الغدة النخامية هي غدة عبارة عن مايسترو الغدد، يعني غدة صغيرة بتتحكم وتصل إلى كل خلية من خلايا جسمنا، لأن هي ببساطة عندها القدرة إنها تفرز أو تطلع في جسمنا 7 هرمونات في الجسم، كل هرمون بيقدر يصل إلى أبعد خلايا الجسم، وحتى هرمون واحد منهم هرمون الثيروكسين اللي بيطلع عن طريق تحفيزه من الغدة الدرقية بيؤثر في كل خلايا جسمنا. وكثير من مرضى الغدة الدرقية طبعا فاهمين الغدة الدرقية متحكمة في كل حاجة في جسمنا وكل خلية، ودايما الكلام على الخلايا الغدة النخامية بيبقى يحمل قدر شوية من الصعوبة، الناس ما تعرفش عنها كتير. وهنحاول نبسط ان الغدة النخامية دي عبارة عن غدة صغيرة في قاع الجمجمة، عبارة عن 0.5 جرام. الغدة دي بيسموها مايسترو الغدد زي ما احنا قلنا، لان هي بطريق غير مباشر بتصل الى كل خلايا الجسم وبتقدر تربط كل خلايا وعمل خلايا الجسم، فهي بتطلع الهرمونات المتحكمة في باقي الجسم. يعني هي بتطلع هرمون اسمه ثايرويد ستيميليتنج هرمون، وهو الهرمون المحفز للغدة الدرقية، وكمان بتطلع ال LH وال FSH اللي هما الهرمونين المحفزين لعمل المبايض في النساء والخصيتين في الرجال، وهي كمان بتطلع الهرمون المسمى بال ACTH وهو الهرمون المحفز للغدة الكظرية، وبتطلع هرمون النمو المعروف اللي بيتسبب في طفرة الطول والمسؤول عن قصر القامة في الأطفال، وبتطلع كمان هرمون الأكسيتوسين الهرمون اللي بيسبب انقباض الرحم، وأيضا الأنتي دايريتك هرمون، هرمون الاحتفاظ بالماء، وأخيرا هرمون اللبن وهو المسؤول عن إحداث الرضاعة الطبيعية. يعني 0.5 جرام بتطلع ده كله وبتتحكم في عمل باقي الجسم، حاجة في منتهى الإعجاز. عشان كده ربنا عز وجل لما قال في القرآن الكريم: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. 0.5 جرام يتحكم في عمل كل خلايا الجسم بطريق غير مباشر عن طريق كمية الهرمونات اللي بتطلع دي، وبتربط خلايا الجسم بحيث مش كل خلية تعمل في جزر منفصلة. وده مصداقا لقول الله عز وجل: صنع الله الذي أتقن كل شيء. يبقى الكلام في حد ذاته عن 0.5 جرام وتحكمه في عمل الجسم كله كلام غاية في الإعجاز. ولو كلمنا على كل هرمون مش هيقضينا يعني حلقات طويلة، لأني ببساطة كده وبإيجاز مثلا الهرمون المحفز للغدة الدرقية ده هرمون بيتحكم في عمل الغدة الدرقية، والغدة الدرقية
معروفة طبعا ومنتشرة بأمراضها، إن هي بتطلع هرمون اسمه ثيروكسين. الهرمون ده داخل في عمل كل خلايا الجسم من أول شعر الرأس ومرورا بعمليات الأيض والتحكم في الوزن والتحكم في النوم والتحكم في حتى كفاءة المبايض. هو هرمون غاية في الحيوية وبيصل لكل عمل كل خلية، وده المحفز ليه أو المتحكم فيه برضو بيطلع من الغدة النخامية. طيب ليه النهاردة هنتكلم على هرمون اسمه هرمون البرولاكتين أو هرمون اللبن؟ لأنه النهاردة والأسبوع الأول من أغسطس منظمة الصحة العالمية بتولي قدر من الاهتمام لحاجة مهمة جدا اسمها الرضاعة الطبيعية. معروف إن القرآن الكريم تحدث عن الرضاعة الطبيعية، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الرضاعة الطبيعية مش هنتكلم عن أهميتها، لأن القاسي والداني يعرف أهمية الرضاعة الطبيعية، لكن هنتكلم على حتى السائل اللي بينزل بديل عن لبن الأم في أول 3 أيام، ده في حد ذاته اللي بيسموه الكولوستروم. الكولوستروم ده يعتبر غاية في الإعجاز والإبداع، لأنه كثافته أعلى من كثافة اللبن، محمل بكمية من البروتينات والأنتي بوديز أو الأجسام المضادة، لأن معروف إن الطفل وهو نازل بيبقى هش ومعرض للإصابة بأمراض، فطريقة الحماية الأولى هي في الكولوستروم ده، وهو السائل اللي بيسبق اللبن الأم في أول 30 ساعة. والحقيقة إن الكولوستروم ده فيه كمية الأجسام المضادة والفيتامينز المهمة لتركيبة الطفل، فيه إنه أول 3 أيام بيبقى معرض لمهاجمة الأمراض والفيروسات، فبتديله شحنة أو دفعة كبيرة أولى من الأجسام المضادة اللي بتحاول إن هي تبعد عنه الأمراض وتقي جسمه في كفاحه ضد كل الأمراض. والحقيقة إن الكولوستروم ده مقدمة لبعد كده إفراز اللبن العادي اللي هو لبن الأم. واللبن ده بيبقى تركيبته حقيقة فريدة، 87% منه مية، الدهون فيه 3.8، والبروتين 1%، واللاكتوز 7%، إلا إن تركيبته تحوي أكثر من 200 مكون من العناصر اللي بيحتاجها جسم الطفل. وعشان كده دايما الطفل اللي بيرضع طبيعي او بياخد لبن الام مختلف تماما عن الطفل اللي بياخد اللبن الصناعي في كل حاجة، بدءا من تركيب الدماغ. في تتبع الاطفال اللي قامت امهاتهم بالرضاعة الطبيعية وفي تتبع الرضاعة الصناعية، اتلقى ان الطفل اللي تلقى رضاعة طبيعية هو طفل اكثر ذكاء وتحصيلا في المستوى الدراسي فيما بعد، ودي دراسات حديثة اثبتت هذا الكلام. ايضا محاربة الامراض، اتلقى ان الطفل اللي بيتلقى الرضاعة الطبيعية او بيحصل على لبن الام هو طفل أقل في التعرض لحساسية الصدر ولأمراض الجهاز الهضمي. عشان كده كتير من الأطباء لغاية دلوقتي بيؤكدوا إن أول 6 شهور بلاش دخول لمواد خلاف الرضاعة الطبيعية، وبلاش ندخل أولادنا أجسامهم أشياء غريبة حتى لو كانت تدريجية إلا بعد مرور 6 شهور. وفكرة ان الطفل كل ما ياكل بدري ده افضل، دي فكرة
بعيدة عن الواقع والمنطق وبعيدة عن اللي أظهره الإسلام، إن الرضاعة الطبيعية طبعا هي مفضلة ومحببة وتحمل يعني نقول أكثر المزايا للأم والطفل. طب الطفل معروفة إن هي طريقة الوقاية والنمو الآمن وتحصيل جسم محصن ضد الأمراض، إنما الأم تعد خط الرضاعة الطبيعية خط ضد الوقاية من كافة أورام الثدي. اتلقى إن الأم اللي ترضع وأكثر من طفل فهي أقل تعرضا لأورام الثدي، ودي حقيقة أثبتها العلم الحديث، إن الإكثار من الرضاعة وإتمامها وأكثر من طفل فالأم بتبقى محصنة بقدر أكبر ضد أورام الثدي، وأيضا غير معرضة لفكرة السمنة اللي بتيجي في الفترة ما بعد الولادة، لأنها بتستهلك جزء كبير من الطاقة في إنتاج الجلوكوز والسكريات اللي بتنزل في لبن الطفل. والحقيقة إن هرمون البرولاكتين ده هرمون يعني مقدر بالنانو جرام، يعني دايما لما بنتكلم على تركيبة الهرمونات مش بنتكلم على جرامات ولا كيلو جرامات، بنتكلم على نانو جرام اللي هي وحدة مصغرة جدا من الجرام. ومفترض ان الهرمون البرولاكتين ده هرمون موجود في جسم كل الناس، سيدات رجال حتى غير المرضعات، بس بنسب اقل من 25 نانو جرام، وبيبتدي التمهيد للرضاعة في فترات الحمل، وكل ما شهور الحمل بتتقدم وبدءا من الشهر الخامس بتبتدي مستويات هرمون البرولاكتين دي تزداد، فتوصل من تلاتينات الى 300 وازيد من 300 تمهيدا لفكرة الارضاع. فبنلاحظ ان هرمون البرولاكتين لو جه في شخص في سيدة غير مرضعة فبيبتدي يلفت النظر ان في مشكلة كبيرة، ولو وصل لأرقام فوق 100 بيشير إلى أورام حميدة في الغدة النخامية. ويعني معروف طبعا إن الغدة النخامية دي خلاياها تعتبر من الخلايا الغاية في الدقة والإتقان، لأنها كل عدد خلاياها على بعض وكل خلية فيها ليها عمل، حتى الخلايا اللي بتبقى لغاية دلوقتي لم تكتشف ليها وظيفة فأي تمدد فيها بيكون على حساب باقي الخلايا، فيحدث أثر كبير ويحدث تلف كبير في الجسم، لأن جزء صغير عبارة عن قدر حبة الفاصوليا فيها ممثلة لكل هرمونات الجسم، فطبعا أي تلف في بعض الخلايا هيحدث أثر بالغ على باقي الجسم. عشان كده دايما اللي بيعاني من مشكلة في الغدة النخامية بتلاقي الموضوع كبير وبيتخذ بمحمل جدية، لأنها برضو فوقها هي بتقع فوق مباشرة العصب البصري، فأي تمدد فيها قد يكون على حساب العصب البصري. وعشان كده بنقول ان الرضاعة الطبيعية اللي منظمة الصحة العالمية اولتها قدر من الاهتمام كبير وخصصت لها الكلام والحديث الاسبوع الاول من اغسطس، فده ما كانش جديد، لان الاسلام حث ونصح بالرضاعة الطبيعية لانها مجموعة من الفوائد العظيمة للام وللطفل. وطبعا ما يعني جانب مهم جدا محدش هيغفله هو الجانب النفسي، ونوع من الشراكة وإحساس الدفء اللي الأم
بتديه للطفل، واللي اتلقى بعد كده ان هو سبب في الاستقرار النفسي للطفل، وانه بينمو بشكل نفسي وجسماني ممتاز. سبحان الله، ربنا عز وجل بعت الرزق للطفل على اعلى ما يكون واعظم ما يكون. يعني الكولوستروم مختلف عن اللبن، وتركيبة اللبن حتى كل ما الرضاعة بتقدم شوية مختلفة عن التركيبة اللي قبلها في كثافة البروتينات والجلوكوز. عشان كده ربنا عز وجل لما بيكفل الأرزاق بيكفلها بدون ما انت تطلب، انت عليك تسعى وربنا هيديك، لأنه هو أعطى قبل أن تطلب. فمهما الحياة كانت صعبة ومهما كانت الأبواب مغلقة، فتأكد أن الذي شق البحر لموسى قادر على أن يفتح لك كل الأبواب المغلقة، فثق بالله ولا تبالي. ربنا اداك ورزقك بغذاء هو اصلا مهيأ للجهاز الهضمي بتاعك، ومخصص انه لا يحدث تلف باي خلايا الجسم، بل بالعكس يحدث طفرة وتحسن في انسجة جسمك بدون ان تطلب او تحط انت معيار. للام عمرها ما تساهم في فكرة اللبن ده هيجي ازاي، هي عليها بس ان الطفل يقوم فقط ب التقاط الثدي وبداية الريسبتورز أو المستقبلات اللي بتوصل لهرمون البرولاكتين، واللي بيبتدي في تكوين هذا اللبن الذي يكون على أعظم وأقوى ما يكون في الصنع. وكلامنا عن الرضاعة الطبيعية كلام لا ينتهي، لكن الغدة النخامية زي ما اتكلمنا عليها ان هي مجموعة هرمونات عظيمة تتحكم في عمل كل خلية. فدايما الغدة النخامية شديدة الصلة بالغدة الدرقية، لان الغدة الدرقية امراضها بدأت تنتشر انتشار عظيم. وواحدة من التفسيرات بتاعت انتشار أمراض الغدد الدرقية هي انتشار الأمراض المناعية، واللي بتعد مرض العصر لأنها مرتبطة بالتعرض لضغوطات كتيرة وكثير من الاسترسز أو الضغوطات اللي بدأت تحدث خلل في مناعة الجسم، فيبتدي الجسم يهاجم نفسه ويحدث تلف في بعض الغدد، منهم الغدة الدرقية واللي تصنيفها تصنيف على انها مرض مناعي. ونلاحظ طبعا ان الغدة الدرقية لما صاحبها بيشتكي او يبتدي يتغير جسمه، بنلاقي كل خلية في جسمه اتغيرت، فيبتدي يشكو من تغيير كبير في الوزن على الرغم من انه اكله تقريبا ثابت، تغيير كبير في النوم سواء في زيادة إفرازها أو نقص إفرازها، بنلاحظ الشخص نفسه بيشكو من إنه نومه تغير فجأة، تغيير كبير في النشاط والحيوية ومعدلات الأيض، وأيضا لها صلة مباشرة بالقدرة على الإنجاب. فدايما الكلام عن الهرمونات يحمل قدر كبير من التعقيد، ان ازاي ناقل كيميائي صغير يدخل في كل خلايا الجسم ويحدث هذا التأثير البالغ. وعشان كده بنقول دايما نتفكر، لان الله عز وجل قال ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. كل حاجة في جسمنا حتى لو كانت قياسها بالنانو جرام هي فرصة للتفكر. هرمون بيقدر
قيمته بالنانو جرام او بعض الهرمونات بالمايكرو جرام يحدث طفره وتغيير في حياه الشخص. فاللي بيعاني من مشكله في الغده الدرقيه بنلاقي ان هو تقريبا اتغير 360 درجه. ما نقدرش نقول ان في خليه في جسمه بتنجو من هذا التغيير، لان ببساطه هرمون الثيروكسين هو هرمون بيدخل بشكل او باخر في كل خلايا الجسم بدءا من النشاط العقلي والجسماني وايضا كل معدلات الايض. ولو لاحظنا دلوقتي ان في طفره في مشكلات الغده الدرقيه، والى الان لم يكتشف المحفز الرئيسي وراء امراض الغدد وكثره انتشارها، لكن في تفسيرات بتقول ان مرض الغده هو مرض وراثي، مرض مناعي، مرض ليه علاقه بمستويات اليود في الجسم، الى ان الطفره الاولى اللي احدثت عمل الغدد وبالذات الغده الدرقيه لم تكتشف بعد. لكن كتير من الدراسات اللي اتعملت على المرضى وحتى اللي بنشوفهم في العيادات بنلاقي ان الشخص تعرض لصدمه فوق احتماله يليها تعرضه لمشكله الغده الدرقيه. وعشان كده واحنا بنقول ان اسلامنا دايما بيحثنا على ان نبعد عن التوتر، لا تحزن، ان الله معنا، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. دي ايات كلها بتطمنك وتقولك انك بلاش تضغط نفسك وبلاش تعرض نفسك لضغوطات فوق احتمالها، لان واحده من الحاجات اللي لقوها دلوقتي مشتركة بين مشاكل أمراض الغدة الدرقية هي التعرض لضغط نفسي فوق الاحتمال. وعشان كده بنقول ما تزعلش وما تيأس وما تتعبش نفسك، لأن ربك موجود، ربك كبير، ربك أعظم من أي مشكلة بتمر بيها. ونتمنى الصحة والسلامة لكل مرضانا، ونلقاكم في حلقة متجددة. السلام عليكم. لازم تختار اللي يكون جدير بالأمانة دي. لو كنت مريض سكر أو غدة صماء أو سمنة أو أمراض البطن العامة، يبقى مكانك الآمن ورفيق رحلتك مع المرض هو مركز دكتورة رشا إبراهيم، استشاري أمراض البطن العامة والسكر والغدة الصماء، كلية الطب جامعة عين شمس، وزميل كلية الدفاع الوطني أكاديمية مصر العسكرية العليا، ومقدمة البرنامج التلفزيوني المتميز شهادة طبية على قناة الصحة والجمال. يعني أنت قدام متخصصة على قدر كبير من العلم تقدر تسهل لك مراحل حربك مع المرض، وتكون خير حليف ليك بأدق تشخيص واستماع جيد للمريض. ولأننا أصحاب رسالة ومش هدفنا المكسب المادي ومراعاة الظروف الحالية للجميع، مركز دكتورة رشا إبراهيم بيقدم لمرضى البطنة والسكر والغدد الصماء باقة المتابعة السنوية، واللي بتكون بسعر مفاجأة وفي متناول الجميع. باقة المتابعة السنوية شاملة زيارات عديدة للعيادة على مدار السنة، وكمان لو مش قريب لينا أو لو من دولة عربية زي اليمن أو السودان أو سوريا، تقدر تتابع واتساب وتليفون عشان تحافظ على صحتك وتوفر فلوسك كمان، وامتيازات تانية كتير. ادفع مرة واحدة واطمن على صحتك باقي السنة. في مركز الدكتورة رشا إبراهيم هتلاقي خدمة مميزة في كل شيء، من أول طاقم العمل واستقبالك لحد خدمة العملاء على مدار اليوم للرد عليك في أي وقت. يعني مكان مريح نفسيا وهتحس نفسك في مكانك، وموجودين على أبليكيشن فيزيتا وكلينيدو، وتقدر تشوف تقييماتنا عليهم. منتظرينكم في عناويننا. وللاستفسار والتواصل كلمنا على 011-22-870-320 مع مركز دكتورة رشا إبراهيم. اطمن.